عبد ابو السعد، مخاطرها محمد، مخاطرها. انا ما خصمتش النص يوم اللي استأذنت فيه عشان كنت عيانه بجد. ما بتتصلبطيش زي ناس. شكرا يا استاذ محمد. شربات احمد شحاته. شربات، مخصوم لك ساعتين تاخير عن كل يوم في الاسبوع. يا لهوي، كل يوم؟ حرام عليك وحسبي الله ونعم الوكيل. ارتحتوا؟ هبتوا؟ مالك يا اختي بتهري وتنكتي كده ليه يا بدريه؟ عايزاهم يعملوا ايه؟ يكرشوني من المصنع؟ ما خصموا يا اختي الجلد والسقط. وهري وانكت منك ليه يا ابله شربات؟ ايه ابله؟ ليه يا اختي؟ خلفك ولا خلفك؟ الصراحه بقى من ناحيه انك تخلفيني فانت لا تعرفي تخلفيني ولا تخلفي غيري. بدريه، ايوه كده، بس على الله حد يعرف من زمايلك ان انا شلت الخصم؟ لا هطلع اقول لهم دلوقتي حالا، اصلا انا ناقصه نبر، والبت بدريه المهريه قالت بتعيرني بالخلفه. بس انت عجبتيني لما ما ردتيش عليها، اصلها طول عمرها شايلاكي فوق راسها وزعقه. ولا يعني انا اللي هقول لك ان كلهم نسوان وبنات غيرانين منك؟ يغيروا من اللي شبههم، ده انا ستهم وتاج راسهم وست الكل. طب قوم يا موكوس روح لسيادك. شربات، مفيش مروح النهاردة غير لما شغل البرودري بتاع عرض الأزياء يخلص. قول يا ملين. شربات. الله، إيه؟ ورحمة أبوكي وأمك، لا تتشكلي مع بدرية ولا مع غيرها. خلينا أروح الأتليه وأنا مطمن. سيب أبويا وأمي في حالهم، أنا ما حلفتش. متشكرين.